العادة الأخبار الرياضية مسيطرة، وإحنا هناخدها ملف ملف. هنبدأ بمنتخبنا الوطني النهاردة، مباراة يعني استفتاحية جديدة بقيادة فنية جديدة. في الأول يعني ماذا لديك من أخبار فيما يخص المنتخب المصري؟ هو زي ما حضرتك قلت، الأهم بالنسبة لنا هو منتخب مصر وبدايته الجديدة اللي إن شاء الله تكون بداية قوية مع مدرب جديد هو الكابتن إيهاب جلال، مدرب وطني. ياما منتخب مصر حقق بطولات وانجازات كبيره جدا بقياده وطنيه، نتمنى ان شاء الله انه التاريخ ينحاز للكابتن ايهاب جلال. طبعا تاريخ المدربين المصريين اقصد، يعني كان اخرهم طبعا الكابتن حسن شحاته اللي عمل انجازات كبيره جدا مع منتخب مصر. ان شاء الله الكابتن ايهاب جلال يكون اسم من الاسماء الوطنيه اللي تعمل انجازات ويكمل على المساله دي مع منتخب مصر. بدايه النهارده بدايه قويه لا شك مع منتخب غينيا، ان شاء الله تكون بدايه موفقه للكابتن ايهاب. يعني لما بنيجي نراجع زي ما حضرتك قلت كده التاريخ، يعني اللي انصفك هو المدرب الوطني اللي حقق لك البطولات، اللي كسر لك الارقام القياسيه، اللي فرح جمهور مصر هو المدرب الوطني. فلماذا بنلجا ما بين الهفوات كده في الفتره اللي احنا بنبقى واعيين فيها، بنلجا لمدرب اجنبي ولم نحقق شيء، ثم نرجع يعني لقواعدنا سالمين ونعود الى المنتخب الى المدرب الوطني؟ هي دايما بتبقى قناعات المسؤول الاول في اتحاد الكره او مجلس اداره اتحاد الكره. احيانا بيكون المسؤول عنده قناعه بالمدرب الاجنبي، واحيانا بيكون المسؤول عنده قناعه بالمدرب الوطني وبيديله الفرصه. الغريب المره دي انه الاستاذ جمال علام اللي هو كان رئيس الاتحاد السابق او الاسبق، يعني كان عنده قناعه بالمدرب الاجنبي وجاب هيكتور كوبر الارجنتيني، والحقيقه عمل انجازات لمصر، وصل طبعا بالفريق لنهائيات امم افريقيا، وصل للنهائي في بطوله 2017، وصلنا كاس عالم 2018 طبعا بعد غياب طويل. هو نفسه الاستاذ جمال علام اللي بعد كده لما جه تولى المسؤوليه في يناير اللي فات ابتدى يميل مع المجلس اللي معاه يعني للمدرب الوطني. فهي بتبقى مساله قناعات، لكن في النهايه المدرب الوطني هو اللي حقق لمنتخب مصر اكثر الانجازات. يعني طبعا يعني هيكتور كوبر كان له بصمه مع المنتخب المصري، اي نعم. يعني لو هنتكلم عن بطولات فهو ما حققش بطولات، لو نتكلم عن التاهل فطبعا ده يمكن دي الحاجه اللي تحسب له ان هو قدر ان هو يصعد بمنتخبنا الوطني لكاس العالم، ولكن للاسف الفرحه ما كملتش. يعني مستوى المنتخب اثناء تصفيات كاس العالم واحنا هناك في روسيا يعني تقريبا ما كانش الشكل اللي احنا كنا نامله. صحيح، في النهائيات المنتخب خسر الثلاث مباريات، يمكن مباراة المنتخب مع أوروغواي بس في الافتتاحية هي اللي كانت مباراة قوية جدا خسرناها برضو 1-0، لكن كان أفضل أداء لمنتخب مصر. بعد كده أمام روسيا وأمام المنتخب السعودي الشقيق ما كانش المنتخب في أفضل حالاته، وكمان محمد صلاح كلنا فاكرين كان بيشارك وهو مش في كامل الجاهزية، كان مصاب بعد نهائي تشامبيونز ليج. صحيح. الإصابة الشهيرة من طبعا راموس اللي كان ساعتها مدافع ريال مدريد، فما كانش المنتخب في افضل حالاته، لكن في النهايه يحسب لهيكتور كوبر ان هو رجعنا نشارك في نهائيات كاس العالم. طيب احنا طبعا صفحه جديده وقياده فنيه جديده، ما المنتظر من الكابتن ايهاب جلال وايه المتوقع؟ ان شاء الله المنتظر منه ان هو يتخطى التصفيات، واحنا يعني ما ينفعش ان احنا نفكر هل سنتخطى تصفيات امم افريقيا ولا لا، سواء مع الكابتن ايهاب جلال او مع غيره. تاريخ منتخب مصر وانجازاته في افريقيا يخلينا نقول انه التاهل باذن الله المفروض ان هو يكون مضمون بالنسبه لنا. صحيح كره القدم ما فيهاش حاجه مضمونه، لكن منتخب مصر بالمحترفين اللي فيه وبالخبرات الكبيره وبتاريخه في القاره والمجموعه كمان اللي هو موجود فيها تسمح لنا ان شاء الله ان احنا نتاهل الى النهائيات، وده اول حاجه مطلوبه من الكابتن ايهاب جلال. الحاجه الثانيه اللي من وجهه نظري مهمه جدا ان هو من هنا لحد شهر يونيو القادم اللي هي 2023 نكون تأهلنا لنهائيات أمم إفريقيا، بس يكون الكابتن إيهاب جلال عمل بصمة فنية واضحة على أداء المنتخب. إحنا ما كناش راضيين أبدا عن أداء المنتخب مع كارلوس كيروش، رغم أنه هو برضو وصل لنهائي أمم إفريقيا وللمرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم، لكن ما كناش راضيين عن البصمة الفنية ولا شكل الأداء، وكنا بنلعب بطريقة يغلب عليها الطابع الدفاعي وإحنا عندنا قدرات هجومية كويسة جدا. أعتقد أنه الكابتن إيهاب جلال طريقته المعتادة اللي احنا شفناه بيلعب بيها مع الفرق السابقة اللي تولى إدارتها يعني الفنية، أعتقد أنه هو بيميل إلى الكرة الهجومية والكرة الحلوة والتمريرات الكتير. فلو شفنا ده مع منتخب مصر ومع الإمكانيات البشرية اللي موجودة فيه، أعتقد الكابتن إيهاب جلال ممكن يورينا منتخب بيلعب كرة حلوة.
الكره الجماليه حلوه، ولكن برضو انت بتبقى عايز يبقى فيها اتزان، وربما يعني احنا مش عايزين يعني نبرز اي سلبيات في طريقه لعب كابتن ايهاب جلال، ولكن عايزين نتكلم عن الحت الفنيات. يعني هل هيبقى مناسب انه كابتن ايهاب جلال يطبق فكره بالكامل، انه فكره ان انت بتهاجم مع بعض وبتدافع مع بعض، ولا انت شايف ايه اللي هيبقى يعني يتناسب في المرحله اللي جايه؟ لازم يكون في توازن طبعا، ما ينفعش ان هو يلعب للهجوم وخلاص، لا لازم يكون في مساله التوازن ما بين الدفاع والهجوم. لكن في النهايه كابتن ايهاب جلال معروف عنه ان هو بيحب الكوره الحلوه والجميله والتمرير الكتير، ان شاء الله لعيبه منتخب مصر بس يساعدوه، لكن المساله دي محتاجه وقت. يعني محدش يجي يقول النهارده امام منتخب غينيا هو اداء منتخب مصر مش حلو ليه؟ الراجل لسه اول مباراه ولسه بقاله اسابيع قليله مع المنتخب، وده اول تجمع للمنتخب مع الكابتن ايهاب جلال، فمساله البصمه الفنيه هتاخد وقت، لكن وهو بيعمل البصمه الفنيه دي لازم النتائج تكون مساعدانا ان شاء الله في المجموعه اللي بتضم معانا غينيا واثيوبيا وملاوي باذن الله. طب انت اول مباراه هي النهارده امام المنتخب الغيني، اولويات كابتن ايهاب جلال طبعا باستثناء ان هو مطالب ان هو يعني يفوز، شكلا دي مش هنسال فيها او مش هنتكلم فيها كتير زي ما حضرتك قلت، ولكن اولوياته في اعداد منتخب يقدر ان هو يعني ينتقل بيه بقى ليه يعني لمنصات التتويج مره اخرى. في الاول زي ما حضرتك قلت لازم يلعب على الفوز، وخصوصا ان احنا بنلعب على ملعبنا، اول مباراه ان شاء الله تكون الانطلاقه قويه امام منتخب مش سهل على فكره، المنتخب الغيني، فلازم يلعب للفوز باذن الله، وبعد كده يبتدي يعمل زي ما بقول لحضرتك البصمة الفنية، ويبتدي يدخل كمان وجوه جديدة للمنتخب. احنا محتاجين انه يحصل عملية تجديد دماء، مش عايزين نبقى زي ما بيتقال علينا منتخب صلاح، طبعا هي حاجة تشرف جدا ان احنا عندنا محمد صلاح من احسن لعيبة العالم، لكن عايزين يكون المنتخب عنده دماء جديدة وعنده لعيبة، واعتقد ان الكابتن ايهاب جلال ابتدى يعمل ده من الاختيارات الكبيرة اللي هو عملها للعيبة، يعني فتح المجال، القايمة تقريبا كانت بتضم أكتر من 40 لاعب، معنى كده أنه هو باصص على كل الأندية، شفنا اختيارات لأول مرة بتبقى في المنتخب ربما ما تكونش موجودة النهاردة في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي، لكنها في القوام الكبير بتاع المنتخب. ده معناه أن الراجل باصص على تجديد الدماء إن شاء الله. طيب احنا